ما قري ما عنديش بابا ما. انا بابا اليوم ضرب 40 يوم من اللي بعد عرفت والله استعنت سيزون يا مولاي وجامي هضرت معاه هضرت معاه نهار مره رحت لي وقلت له يا بابا ولك مسامحني في الدنيا هذه ما قري بابا الله يسامحه الله يسامحه في الدنيا قلت له بابا ولك راضي عليا قسما بالله هذه يومين قبل ما يموت قال لي يا وليدي راني مسامحه ما قري بابا خليها هذه في الستر بالله نهار قبل ما يموت بالجمعه هو ما تعرباتها لشيء عيط له جوايز زوجته على شيء قاعد مع بنت خالي قاعد ضارب كاشيات مقتول بالكاشيات قالت لي يا باري انا بالسيرنون ديالي عيطوا لي باريزي في الشارع قلت لها قالت لي باريزي عيط لبابا قلت لها مقتل الباح عيط له قلت لها مريض ما نكثرش عليه استعيط له قلت له يا بابا الو واش راك صافا لاباس كذا قال لي وليدي نقول لك جوج كلمات قال لي راني بستر بصح راني راضي عليك عاود عيطوا لي ربات عشية قالوا لي بابا تشوف ما لقيت انا زوالي ما عنديش ولا درت ثلاث ايام درتها لبابا ما لقيت ما حضرت غير الجنازه انا بابا درت له ثلاث ايام ودرت له كلش ان شاء الله ربي غدوه ان شاء الله يزيد يقدرني قلت له نبني قبرت على بابا قالوا كان انا ندير الكور ديالي ونبني نديرو نبنيه بالكور ديالي خلاص انا مقود كرهت من الدنيا هذه وليت نقول للعباد كش واحد يسحق لي نعطيها له صداقه واحد يسحق لي نعطيها له قلت لهم غير شوفوا خلاص ما تحلوش عليا البيبان البيبان شغلتهم كاع مغلوقين عليا الباب اللي طبطب عليها ما كان حتى قال لي واحد في الكواليس انه اي واحد يروح يقول له باش نخدم واحد ما يخدمك واحد ما يخدمني الناس تحكم بالوظائف اللي نروح نطبطب نخدم انا ما عنديش حوار يبدو يشوفوا الضرب يشوفوا كذا يقول كذا عريان انا ماشي عريان انا ضربت روحي الظروف عائليه انا انسان ماشي عريان انا الله استعدي زويط وضربت وجهي ضربت وجهي الله غالب ما صبت شوين عليها خلاص حياتي كرهتها طيب رساله للشباب اللي راهم يشوفوا فيك الان وحيد انت جست على كل يشوفوا فيا نقول لهم انا انسان ماشي عليا انا انسان ما نقولش انا وليد فاميلي ما رباتني ما رباونيش والدي رباني الزنقه وربات الزنقه علمتني كلش انا جامي خنت انا انسان راجل وفريق راجل ما لقيت راجل في بلادنا عنده ضبابه قبل هذيك ضبابه صعيبه باش طبحها